أهلا بكم. أفضل كلسم للحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة أفضل كلسم للحمام. لما عملنا قبل كده موضوع اللي هو أفضل كلسم اللي هو في جروفيت بلس، في ناس ما كانتش لاقية الدواء ده، هو كان دواء بيطري جروفيت بلس. في أحد المتابعين من الشرقية كلمني اللي هو اسمه الأخ محمد صبري. أخ محمد صبري كلمني من الشرقية، قال لي، كتب لي في التعليقات، هو يشكر إن هو مش لاقي في الشرقية جروفيت بلس، جروفيت بلس، فبيسأل ايه البديل. فهي جت الفكرة من هنا ان اقول لحضراتكم ايه البديل. البديل احنا يعني كنا بنعطي ده في البداية، هو جيد جدا، ديكال ب12. احيانا برضو ممكن ما يلاقوهوش في الصيدلية البشري، ده بشري ممكن ما يلاقوهوش، يبقى البديل بتاعه بديكال اهو. بديكال ده بحوالي 13 الا ربع، 13 جنيه الا ربع، لكن الديكال يمكن اقل شوية في السعر، هو يعني، بس ده يمكن زيادة شوية في السعر عنه، تقريبا ده 9 جنيه او 10 جنيه، لكن ده 13 الا ربع. ده ولو عايز حضرتك تشوف فيديو بتاع جروفيت بلس نسيبه لك في صندوق الوصف تحت الفيديو تشوفه حضرتك. نرجع لموضوعنا، الديكال ب12 لعلاج نقص الكالسيوم وعلاج الأنيميا، ويساعد في علاج الكساح ويقوي العظام وأيضا يقوي المناعة. مليء بالمعادن المهمة مثل الفوسفور والكالسيوم التي تساهم في بناء الجسم والعظام بشكل طبيعي. لو حضرتك اول مرة تعطي ديكال او بيديكال اللي موجود عند حضرتك، يبقى هتعطي من ده غطا على لتر مية لمدة 5 ايام، ده او ده زي ما قلنا لحضراتكم، يبقى غطا واحد على لتر مية زي ما هنوري لحضراتكم دلوقتي. يبقى هنحط الغطا اهو، غطا هو لونه احمر كده، ده الديكال لان الازازة بتاعته كانت مفتوحة، هنسيب البيديكال لغاية اما تبقى تخلص الازازة اللي عندي. ده غطا اهو، ده غطا، ودي طبعا هي دي اللي ابوة بتاعتنا لتر، هي المسقة دي لتر مية. يبقى ده تستمر منه 5 ايام. اذا كان حضرتك ما اديتوش قبل كده، لو بتعطي يبقى كفاية 3 ايام، وتدي ال3 ايام دول كل شهر مرة، 3 ايام في الشهر، كويس جدا 3 ايام. ولو حضرتك حاسس ان الحمام بتاعك مش بيهضم كويس، ده كمان، ده ديجو نورم هو ده البديل بتاع الديجستين اللي مش موجود دلوقتي في الصيدليات اهو، ده مش موجود دلوقتي في الصيدليات، وبرضو كان البديل تاني نيو ديجستين، ده مش موجود وده مش موجود، الموجود ده دلوقتي هو البديل التالت، ده التالت بتاعهم اهو، اسمه واضح، ده بنحط برضو منه غطا مع الديكال. انا هنحط الغطا كده بالنظر كده اهو، ده مهضم للطعام وفاتح للشهية، هيساعد في امتصاص الكالسيوم اللي حضرتك هتعطيه للحمام. العبوة دي ب8 جنيه، الديجونورم ده، ديجونورم ب8 جنيه. يبقى زي ما حطينا غطا وحطينا غطا من ده، غطا من ده، وغطا من الديكال او بيديكال، غطا من الديكال اهو او البيديكال، ده الديكال اهو او البيديكال ده الموجود اللي تلاقيه حضرتك، ده ينفع وده ينفع، ده البديل بتاع جروفيت بلس،
ديكال او بيديكال. ده لو حضرتك تستمر عليه الدواء ده عمر ما حمامك هيجيله كساح او نقص ريش او نقص كالسيوم، البيضة هتطلع قشرتها كويسة، صحة عظم الحمام رجليها تكون قوية، الريش هيخلي الريش كويس بتاع زغليل، ما يبقاش فيه زغلولة من غير ريش. ده لو حضرتك بلدك ما فيش فيها جروفيت بلاس اللي كنا قلنا لحضراتكم عليه في فيديو سابق. بكده انا خلصت موضوع ان ارضى افضل كالسيوم للحمام. لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واضغط على زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.